مشاهدي قناة شوف تي في والمرأة تي في، مرحبا بكم معنا في واحد المنطقة اللي هي ما معروفاش بزاف، ولكن عندها ناس اللي كيعرفوها. حنا كنتواجدوا مباشرة من ضواحي سيدي قاسم الخنيشات، طريق ديال الحوافات. فعطيونا مشاهدي قناة شوف تي في، قلنا واش كتعرفوا هذه المنطقة، عارفينها فين جات، شنو كتعرفوا على هذه المنطقة، واش هذه هي أول مرة كتسمعوا بالخنيشات والحوافات. وطبعا الحوافات هي كتواجد طريق بين سيدي قاسم ومشرع بالقصيري، حنا الان كنتواجدوا فيها. فهذه تحيه لكاع، هذه المناسبه اننا نوجهوا تحيه لكاع سكان مشرع بالقصيري والناس ديال الخنيشات والحوافات. وحنا الان كنتواجدوا في ضواحي سيدي قاسم. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، عندكم مشاهدي قناه شوف تي في اللي كيتواجدوا في هذه المنطقه اللي حنا فيها اليوم ضياف عندكم، الى عندكم شي اشكال، عندكم شي موضوع، عندكم شي حاجه بغيتوا انكم توصلوا الصوت ديالكم او تكلموا على المواهب اللي عندكم، او لا تبينوا شي حاجه، يعني المواهب ديالكم او الانجازات ديالكم او شيء من هذا القبيل، فمرحبا بكم. حنا الان عندكم في بلادكم، مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا في هذا البث المباشر. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، هذه هي الاجواء في الطريق الرابطه بين سيدي قاسم والحوافات نواحي الخنيشات. اجواء اليوم هنايا في سيدي قاسم الحراره كاننا في احد الايام فصول الصيف، يعني كاينه الحراره في سيدي قاسم. وخير دليل هو اننا كنا جايين ولقينا واحد مجموعه ديال الاطفال اللي كيعوموا في واحد الضايه اللي حقيقه لا حول ولا قوه الا بالله. لنا في الموضوع عوده نتاع شنو كيتبردوا في ديك الضايه اللي هي عامره بالماء ديال تساقطات المطريه مخلطه بالغيث بهادي. فديك الاطفال في الحقيقه بقاو فينا، ولكن مع من غتدوي لا والديهم ولا والديهم ولا اللي راعيهم. على كل حال حنا باقيين في الطريق كيف ما قلت، في الرابطه بين سيدي قاسم والحوافات. واش هذه اول مره كتسمعوا هذه المنطقه هذه اللي هي الحوافات، واش كتعرفوها من قبل، شنو كتعرفوا عليها؟ حنا نخليكم مع هذا الجو الرائع الحقيقه، جو جميل، ولكن الحراره مفرطه هنايا في سيدي قاسم والنواحي، لدرجه اننا ندمنا علاش خرجنا بهاد الحوايج لابسينهم، لانه كانت في مدينه مكناس شويه ديال الجو بارد، وهنايا كاينه الحراره ديال بصح. هذه هي الاجواء في الطريق الرئيسيه اللي كما سبق وذكرت. هنايا معروفه هذه المنطقه هذه بالفلاحه، فالخنيشات والحوافات وما جوار وما معروفين بالفلاحه، وخير دليل لانك تشوفوا الخير في الجنبات ديال الطريق، الخير ديال التشين التفاح والفواكه. يعني حنا باقي كنتكلموا على ان هذه المنطقه هذه معروفه وكتسخر بالفلاحه ديالها، بالخيرات اللي فيها الطبيعيه. وحنايا على المباشر باقي كنشوفوا الليمون او التشين على حسب كل منطقه وشنو كتسميها. كاين منطقه اللي كتقول عليه الليمون، وكاين التشين، وكاين الحامض، وكاين كله اش كيسميه. ف هذه هي الاجواء. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كيف ما قلت عطيونا تعليقاتكم على اشنو كتعرفوا على هذه المنطقه ديال الخنيشات والحوافات، ما كتعرفوا عليها والو، كيف سمعتوا هذا الاسم هذا اول ما جا بالكم، شنو يعني الحاجه اللي كتربطكم بهذا الاسم هذا. سكان هذه المنطقه هذه هما كيتواجدوا في مختلف مدن المملكه اللي مختلف دول العالم، فهي خرجات من اخرى، هي منطقه صغيره وما معروفاش بزاف، وانما خرجت كيف ما قلت خرجت ادباء ومفكرين ومثقفين، وخرجت تبارك الله من طيبات الشباب هذه المنطقه هذه. فمنهم اللي كاينين في قبه البرلمان اللي كنتمنوا انهم يمثلوا هذه المنطقه احسن تمثيل، وكاين منهم اللي كيتحاص على حقيبه وزاريه، وكاين نتمنوا انهم ما ينساوش الاصل ديالهم، لان هذه المنطقه هذه في الحقيقه
الحقيقة هي زوينة وهي كبيرة، يعني واخا ما معروفاش فهي كبيرة وهي سياحية، لو كانت أنها تلقى ناس اللي يعتنيوا بها كتكون سياحية بامتياز. إذا هذه هي الأجواء مشاهدي قناة شوف تي في. صحيح الحرارة كاينة، درجة الحرارة هنايا في سيدي قاسم والنواحي مفرطة، كاينة الحرارة بزاف بزاف بزاف. إذا الدردشة نقول إن الأجواء كيفاش دايرة عندكم، سمعنا أن تطوان طاحت فيها الشتا ليلة الأمس أو يوم ليلة الجمعة طاحت فيها الشتا، فالله يرحمنا برحمته والله يجعل يرحمنا بتساقطات المطرية ويجعلها قد النفع يا رب العالمين. طبعا مشاهدي قناة شوف تي في والمرأة تي في، حنايا في طوايق الرابطة بين سيدي قاسم والحوافات من أجل يعني من أجل العمل، وحنا كنتكلمو حنا كنزيدو بعدو على سيدي قاسم لحد درجة الحرارة كتجي ترتفع. على كل حال الله يرحمنا برحمته والله يعطينا تساقطات مطرية ويجعلها قد تنفع يا رب العالمين. إلى هنا مشاهدي غادي نقول لكم دمتم بألف خير والله يحفظنا ويحفظكم من كل شر يا رب العالمين. وأهم حاجة اللي غنأكدوا عليها ونذكروا بها هي المزيد من الحيطة والحذر والغسل اليدين والابتعاد وارتداء الكمامة، راه الفيروس باقي قائم إلى حدود الساعة، وخا الحمد لله كاين بوادر الخير وكاين أخبار مفرحة اللي كتأكد على أنه اللقاح هو في الطريق إلى المملكة المغربية، وبهذا إلى المملكة المغربية اللي في الحقيقة حنا كمغاربة ندخلوا للتاريخ، وخاصنا نفتخروا بهذا، خاصنا نفتخروا نشوفوا فين حنا بعدا. حوافاتي الحوافات هكا ولا هكا، نيشان 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 نيشان، إذا غادي تكون حوافات نيشان، نتمنى تكون نيشان بصح. غادي نقول لكم مشاهدي قناة شوف تي في لا هنا دمتم بألف خير باش نتأكدوا الطريق واش هي هادي ولا ماشي هي. نتلاقاو في الساعة المباركة مسعودة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.